خلصنا كل الانشاءات تقريبا، احنا بنخلص كل حاجه، نادي المنيا تسلم، نادي الجليم بعد 4 شهور هيتسلم للي سال عن جليم في جالي سؤال وحيد عنه، هيتسلم بعد 4 شهور بالضبط ان شاء الله هنستلمه موجود. مبدا نقابه المحامين خلال السنه دي هنستلمه، خلال سنه او اقل من سنه هنستلمه كامل ومتشطب ومطروح للبيع. النادي اسوان هنروح نحتفل بيه وبافتتاحه، احنا عملنا ده كله وعندنا فائض، عندنا فائض قرية الفرح احنا اسناد مسندينها للشركة، للأسف للاستشاري الذي يعمل بمحافظة البحر الأحمر اللي بدعم مخطط الكورنيش، واحنا عاملين عليه تصور بإذن الله بمجرد ترخيص هنطرحه بنظام البي او تي، وهيبقى هيمثل أكبر عائد ممكن يدخل للمحامين أو يضخ للمحامين عوائد كبيرة. احنا يعني حابين كمان انه خدنا في مجلس النقابة خدنا قرار بإنشاء جهة اقتصادية، شركة اقتصادية. الشركة دي مهمتها ايه؟ انها تنمي مواردنا، يعني ايه؟ تستثمر مواردنا. احنا كنقابيين، انا كنقيب ماليش دعوة بالاستثمار، ما فهمش فيه كويس، انما ممكن اجيب ناس متخصصين يقولوا النادي ده نستغله ازاي؟ على احسن وجه. زي ما هنستغل المركب الجديدة اللي بتتبني اللي قالوا عليها ب3.5 مليون، وهي ب1.5 مليون، وهي الان في الورش وهتيجي عشان تسلم للشركة الجديدة اللي هتأجرها. وهتأجرها ب1.5 مليون في السنة لصالح الشركة، هندفع ده لصالح نقابة المحامين، الشركة دي هتدير المركب اللي موجود، احنا اشتريناها ب1.5 مليون، هناخد إيجار 1.5 مليون كل سنة. ده اللي احنا بنحاول نضيفه من استثمارات. مبنى نقابة المحامين الجديدة هنخصص حوالي 60% أو 65% منه إداري واستثماري علشان يضخ عالي، طبعا بعد ما نستوفي استحقاقات النقابة من المساحة في خدمات المحامين المختلفة. انتوا شفتوا في الجمعية العمومية اللي راح منكم، الجمعية العمومية شاف المسطح الضخم اللي انتوا كنتوا فيه واللي كان فيه اللجان، اللي احنا ما خدناش الا نص دور ونص دور. لو شفت المبنى وطلعت المبنى بكله هتلاقوا شيء عظيم وفاخر، وان شاء الله هتبقى قلعة من القلاع المحامين اللي احنا بنعتز بيها وبنضيفها لحضراتكم.